مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن رسم الشعر، خطوات بسيطة ونتعلم من خلالها نرسم الشعر ازاي. بداية عشان نعرف نرسم الشعر لازم نعرف ان الشعر هو المنابت اللي موجودة في تاني خط بعد الخطوط السبعة اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هو منبت الشعر اللي هو الخط رقم 2. دايما الشعر بيكون كيرف او شكل مربع او محدب او شكل القلب زي ما ذكرنا قبل كده، وده هو المنبت بتاع الشعر، ودي طبيعة بتختلف من شخص للتاني. هنستخدم الشكل المحدب النهاردة عشان نبدأ نرسم الصورة بتاعتنا. عشان نبدأ نعمل شكل الشعر لازم هيكون في فرق، يا اما من النص او من الجنب الشمال او من اليمين زي ما هو متوضح قدامكم كده. بداية هنحدد على حسب الشعر، ممكن نخلي الفرق من النص او من الجنب او من الجنب التاني، وبيختلف برضو من بعض الناس ان تلاقيه اما عريض او ممكن يكون الفرق ده قصير جدا، فده طبقا لشكل التسريحة بتاعته او شكل ممكن طبيعة الشعر نفسه. هناخد النهاردة الشكل الستاندر بتاعنا ان الفرق يكون من نص الشعر. هنبدأ ناخد حركات الرسم بتاع الشعر ان هو يمشي بستايل معين، والستايل ده هنقول مثلا اذا كان عندك مثلا اكسسوارات فبالتالي لازم نحدد الجايد لاين بتاع الاكسسوار ده. طبعا وجود الاكسسوار في الشعر معناها ان انت بيبقى فيه نقطة التقاء للشعر زي ما هو موضح، وفي نقطة تفرع للشعر الخروج، وفي النص دي الجاذر بوينت او النقطة اللي بتتجمع فيها خصل الشعر. لو عندك ضفيرة او باني تيل او الشكل الافريكان او اشكال كثيرة جدا للشعر، النقطة البيضة دي بقولك ان دي اماكن اللي بيتجمع فيها الشعر. طبعا ده مهم جدا ناخد بالنا من التشريح ده عشان نطلع الشكل جيد جدا. طبعا في المنطقة دي هنحاول نجمع الشعر في النقطة اللي هنا دي. طبعا تجميع الشعر في النقطة دي ده الجايد لاين بتاعنا اللي بيحدد لنا قد ايه مهم جدا نعرف المكان اللي بنعمل الستايل بتاع الشعر او الاكسسوري. في حالة ان انت مش هتحط ابدا اي اكسسوري او تعمل ستايل معين للشعر، مش مهم عندك تحط جايد لاين لتجميع الشعر دي. بداية من منابت الشعر بتاعتنا نبدأ نرسم حرف الاس، وبنسميه الاس كيرف. طبعا الكيرف بتاع الاس ده بيبقى من خصلة الشعر بدايتها من المنبت الرئيسي بتاع الفرق ان كان على الجنب او على الشمال او على اليمين او في المنتصف. نبدأ نرسم خطوط تكون خطوط متوازية مع بعض بشكل حرف الاس. طبعا شكل الخطوط دي يا إما هتلاقي الخط بالشكل اللي هو المتعرج قوي أو يكون ستريت، يعني ستريت بالشكل ده. لو الشعر ممكن يكون مثلا كيرلي شوية أو يكون مجعد، هتلاقي اختلاف، يعني شوفوا التدريجة مجعدة بشكل عالي غير ما تكون شعر اللي هو الأفرو أو الأفريقي. طبعا الستريت دايما تبقى خطوط متوازية وراء بعض. مهم جدا خصلة الشعر العريضة، هتلاحظوا ان انا بعمل خصل قدامكم كده، وبعدين الخصل دي في خصلة راكبة على خصلة وخصلة من تحت، فده مهم جدا يكون عندي تخيل للمدى البعيد. يعني دي مثلا شعراية، لو انا عايز اعمل خصلتين جنب بعض لازم يكون في خصلة عريضة يا اما نهايتها مسحوبة او ممكن يكون السحبة من فوق ومفتوحة من تحت. ده على حسب شكل التسريحة أو ستايل الشعر اللي أنا عامله. زي المنظر ده مثلا دلوقتي خصلة زي الباني تيل مثلا، هتلاقوه عامل بالشكل ده اللي هي الضفيرة يعني. طيب لو أنا مثلا عايز أعمل خصلة تكون مفتوحة من تحت بنفس المنظر ده اللي هو مثلا كاري أو الجارسون أو أشكال الشعر والستايلات بتاعت الشعر المختلفة. تعالوا نبص دلوقتي لما نيجي نبدأ نرسم خصل الشعر العريضة جواها خصل صغيرة، ومهم جدا لما أعمل خصلة من برة في خصلة من تحت، فبالتالي نعمل التراكيب دي ونتخيل شكل الشعر في النهاية عامل ازاي. طبعا بنتقل الأماكن اللي فيها ظل اللي هو الجزء اللي بيبقى مغطي من تحت، وناخد بالنا ان الشعر ده بيبقى له كيرف، فالجزء اللي في الكيرف اللي فوق بتبقى إضاءته أعلى من اللي موجودة تحت،
فدايما نراعي جدا الضوء والظل في التفاصيل عشان نطلع شغل احترافي ومتقن جدا جدا. موضوع الشعر محتاج بس نفهم طبعا عشان اعمل الشكل السي كيرف اللي انا بضيفه على نهايات الشعر ده بدي انطباع بالكثافة، يعني عايز ازود كثافة الشعر فممكن اعمله سي مفتوحة زي كده او سي مغلقة ومقفولة بالشكل اللي ظاهر قدامكم. ممكن أزود بعض الخصل على الرقبة على منطقة الصدر، فبالتالي ده بيدي كثافة للشعر ومنظر جدا حلو. شايفين الخصلة برضو بيبقى لها تفصيلة من الشعر من جوه، ما بتبقاش خصلة عريضة بس ولكن بيبقى جواها بعض الخصل. برضو منابت الشعر في الجنب التاني نفس الشغل اللي أنا عملته في الجنب الشمال هبدأ أطبقه على الجنب اليمين. نلاحظ ان انا عايز اعمل تجميع عند الجايد لاين اللي عملتها فوق الودن، ان انا اجمع الشعر كله في النقطة دي وبالتالي الشعر هينزل من ورا الودن او من ورا الودن وداخل على الرقبة، فلازم يكون في كيرف يتعمل بالشعر. مهم جدا نعرف ان النقطة اللي انا هجمع فيها الشعر بتبقى النقطة اللي ملموم فيها الشعر، فبالتالي هتلاقوا الظل بتاعها اكتر من الشعر اللي فوق. طبعا الشعر اللي نازل برضو زي ما انا وريتكم قبل كده الخصل اما بشكل يكون عامل خطوط متوازية مع بعض او عامل خطوط يعني قريبة من بعض بالشكل ده. طبعا دي منابت الشعر المختلفة على حسب الوش، كل وش وليه تجميع شعر ومكان بتجمع فيه النقط، فمهم جدا يكون ده الريفرنس بتاعي ان انا اقدر ارجع لشكل وابدأ اخلق نوع من الانسجام بين خطوط الشعر والجايد لاين اللي انا عملته. ما ننساش ابدا ان احنا واحنا شغالين كده لو عجبك المحتوى نعمل اشتراك، وما ننساش دايما اللايك ونفعل الجرس عشان يوصلك اي حاجة بعملها جديدة. مهم جدا ان احنا نراجع الدروس اللي قبل كده عشان في تفاصيل كتير جدا ممكن تروح مننا لما ما نكونش مهتمين باللي فات، لان كل الدروس اللي بعملها دايما يعني تابعة لبعض، فمهم جدا ياريت تشوفوا الدروس اللي فاتت مهمة قوي لان فيها حاجات هتخدمك في الدرس بتاع النهاردة. هنبدأ نرسم كل التفاصيل الموجودة في الشعر وهنشوف قد إيه الفرق كبير جدا لما بدأنا من أول درس لغاية دلوقتي. ياريت تأكدوا لي قد إيه إن أنتوا فعلا اتعلمتوا خطوة جديدة، فتعملوا حاجة بسيطة جدا الرسم اللي تعملوه تبعته لي عشان نبدأ نقيمه مع بعض ونشوف قد إيه وصلنا لدرجة عالية من الاحترافية. أتمنى لكم دايما حلقات تكونوا مبسوطين بيها ومستمتعين معايا. وأشوفكم على خير وفي أمان الله. باي باي.